نستهل جولة الصحف العربية والعبرية من القاهرة، حيث كسبت صحيفة الأهرام أن الأمم المتحدة أطلقت نداء إنسانيا بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة 6 ملايين شخص تضرروا بشدة من النزاعات والأمراض والكوارث شمال شرق نيجيريا. الصحيفة تابعت أن هناك ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة، متأثرون بالصراعات والكوارث والمرض ويحتاجون إلى دعم عاجل. صحيفة الغد الأردنية كتبت أن توترا يلوح في أفق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني الأخير بالضفة الغربية، وذلك قبل تصويت مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الصحيفة قالت إنه يبدو أن تذمر الإرادار الأمريكية غير المرشح للمواجهة من سلوكيات حكومة الاحتلال اليمينية قد بلغ مداه إزاء استمرار هدم المنازل المقدسيين رغم الإدانة الإقليمية والدولية. صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كتبت بدورها في هذا الإطار أن البيت الأبيض الأمريكي أعلن عن استيائه للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس جو بايدن مستعد لاتخاذ موقف أكثر تشددا في التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.